أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في إشارة جديدة في موقع جديد أو مش موقع جديد كثير يعني لكن موقع كويس. تمام، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس يا أخوان عشان يشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية ويستفيد ويتعلم، وإحنا بدنا بالنهاية أنكم تتعلموا، ما بدنا ما من منكم شيء، إحنا قناة مجانية أي واحد بيقدر يدخل عليها وتتعلموا منها وما في أي مشاكل. تمام، لفت انتباهي يا أخوان وأنا ماشي لفت انتباهي هاي الصخرة، تمام، وجود الجرون عليها بطريقة معينة، يعني وجود الجرون على هاي الصخرة بطريقة معينة شو بيعني؟ تمام، الآن نيجي بنحكي عن جرن أول ماشي مع جرن ثاني تثبيت مع نفس الجرن، يعني هذا جرن 1 2 3 4 5 أوكي مش متناسقات لكن هم جرون. تمام، هم جرون. تمام، الآن الجرون هاي متصلة مع بعضها لغاية المنطقة اللي هي هون شايفينها. تمام، والآن جرون الثانية اللي هي موجودة من 1 2 3 4 5 6 7 تمام، الآن موجودات بشكل الصليب. تمام، بشكل الصليب. إذا بنقدر نعرف إنه الحضارة اللي موجودة هون حضارة صليبية، يعني ما بعد اللي هو يعني ما بعد خلينا نحكي بداية الحضارة الصليبية. تمام، بداية الحضارة الرومانية الصليبية ماشي، لأنه وجود القبور على شكل الصليب تمام يدل على إنه هاي حضارة ببداية الصليبية. تمام، الآن اللغز الموجود عندي والطريقة اللي أنا بدي أشتغل عليها على هاي الإشارة، شو اللغز اللي موجود أو شو الشغل اللي موجود تبعنا من بداية الإشارة خلينا نحكي لنهايتها لمكان الحفر، وإحنا بنعتمد أنه دائما من بداية الإشارة بنبلش من بداية الإشارة لمكان الحفر، زائد أننا بنفحص عليها بالأسياخ عشان نأكد وجود المعدن أو عدم وجود المعدن أو نأكد وجود الفراغ أو عدم وجود فراغ. تمام، عشان احنا نتاكد انتوا كباحث اي واحد بده يطلع بده يكون معه عدته، بده يكون معه سياخه، يعني بده يشتغل على الاسياخ مثل ما معه عدته المفكات والمنعرف ايش والى اخره. تمام، خليكم معه. تمام، اذا الان راح نبلش مع بعض. الان دلاله الصليب هذا اللي موجود تمام على صخره مثل هاي لا تدل انه انا عندي اتجاه. ليش لا تدل انه انا عندي اتجاه؟ خلاص مثبت على الصخره بشكل خلينا نحكي منبسط، اللي هي الصخره لانها منبسطه موجوده مثبت على الصخره بهذا الشكل، فانا ما عندي توجيه، يعني ما عندي توجيه. الان لو بدي اجي اقول انه عندي توجيه الان الضلع هذا مسكر انها عندي التوجيه. الضلع الثاني اللي هو نزولا مع هذا الضلع، الضلع الثاني متصل مع اشاره لجف، مع إشارة لجف ثانية متصلات مع بعض. إذا نهى عندي إشي اسمه توجيه، نهى عندي إشي اسمه اتجاه. الآن الاتجاه الثالث، نعتبر الاتجاه الثالث طبعا هنا الصليب مسكر كيف على رجوعا لإشارة اللجف نفسها، الصليب نفسه مسكر راجع معي خلاص انتهى سكر. الآن الضلع الأخير اللي هو موجود اللي هو هذا الضلع، الآن هاي 1 2 3 متصل اتصال مباشر من الجرن الأخير بإشارة اللجف اللي بنحكي عنها دائما. تمام، أو مش إشارة اللجف عشان اللي بيزعلوا منا بيقولوا لنا شو إشارة اللجف هاي اللي كل شوي تطلع لنا إياها والقصص هاي تبعتك. تمام، اللي مش إشارة لجف ماشي مكان الحفر كويس متصل اتصال مباشر فيه. إذن نهى عندي إشي اسمه اتجاه، نهى عندي نهائيا إشي اسمه اتجاه، لأنه تسكير إشارة لجف، إشارة مش لجف لجف تمام، زائد إشارة حفر، نهى عندي إشي اسمه اتجاه. الآن عشان أعرف التكوين اللي موجود تحت الصخرة، إنه إيش الشغل اللي تحت الصخرة أو إيش الـ خلينا نحكي اللغز في هذا الموضوع. تمام، نيجي أوشي على الصخرة هون بنلاقي عندنا التبسط تبع الإشارة. تمام، المكان المنبسط تبع الإشارة هاي ماشي. إذن دلالة عندي وجود غرفة تحت الأرض، دلالة وجود غرفة تحت الأرض. الآن إذا بنجي نكشف على هاي تمام، شمل الجرن الموجود هيو، شمل هذا الجرن
بإشارة مربط، يعني هذا مربط وأنا مسكر. هاي الحجر أرجع لكم إياه وين راح؟ مش عارف وين راح. مربط مسكر. نهى عندي إنه هذا اتجاه، نهى عندي إنه هذا مكان حفر. ليش؟ سكرها بقص كامل، تمام؟ ما في إشارة لجف، سكرها بقص كامل، لكن أعطاني شو التوجيه اللي موجود تحت الأرض أو شو الشغل اللي موجود تحت الأرض، والله أعلم إنها تكون تكنيزية، تمام؟ الله أعلم إنها تكون تكنيزية، تمام؟ لكن أعطاني شو في تحت الأرض، أعطاني وجود غرفة كاملة زائد وجود زي الملحق، إحنا بنسميه ملحق أو شيء زي هيك، زائد وجود ملحق هذا هو، تمام؟ أي يعني هيك بجوز أوضح، يعني بعطينا غرفة كاملة زائد وجود ملحق، إذا في عندي شغل كبير تحت الأرض. طيب شو اللي موجود عندي تحت الأرض؟ شو اللي موجود عندي تحت الأرض؟ القبور اللي أجينا حكينا عنها كلها هاي، تمام؟ بعددها خلينا نحكي 14 15 واحد ميت محطوطات تحت، محطوطين تحت الأرض، ماشي؟ الآن تتذكروا اللغز اللي أجينا حكينا عنه مرة من هالمرات، إنه وجود حجر متحرك لكن يدل على إنه ثبات مع الصخرة، حجر متحرك لكن ثبات مع الصخرة الرئيسية، الصخرة الأم، تمام؟ اللي هو هذا الحجر هنا زي ما احنا بنشوفه مع بعض، تمام؟ هاي دقيقة سيك. هذا هو الحجر اللي هو متحرك لكن ثبات مع الصخرة الأم. كيف؟ القصة نفس القصة، تحسوا لها نفس القصة لكن هذا متحرك عن هذا، تمام؟ الآن تثبيت للقبور اللي موجودة تحت، تثبيتا إلها، تمام؟ تثبيت للقبور اللي هو وجود إشارة المغارة اللي حكينا عنها كل مرة، اللي هي مفتوحة مسكرة من الجهة الثانية، تمام؟ زائد وجود عندي جرن تثبيت للقبر، زائد وجود جرن تثبيت للقبر الثاني، زائد وجود اللي هي الجرون اللي بنحكي عنها احنا جرون القبور، لكن هنا هذا جرن مغارة، تمام؟ الآن وجود إشارة لجف، وإشارة لجف تحذيرية يا أخوان، مش زي إشارات اللجف اللي بنسمع عنها كل مرة وبنشوفها كل مرة، إشارة لجف تحذيرية لوجود مصايد تحت، تمام؟ هسه راح اورجيكم اياها بالطريقه الصحيحه. عندي اشاره اللجف لكن وجود تحذير، اشاره تحذيريه انه يا فلان اذا بدك تنزل من هون، ماشي، راح يكون في عندك مصايد، تمام؟ والله العليم انه كمان يكون في متاهه، يعني راح نشتغل على شيء اسمه متاهه، يعني ما راح بس نشتغل على انه وجود مصيدة، لكن راح نشتغل على اشي اسمه متاهة، يعني ممكن ندخل من هون نطلع من جهة ثانية، والله العليم، تمام؟ مش اكيد، لكن هاي وجود مصيدة اكيد 100%، لكن وجود المتاهة مش اكيد، تمام؟ الان نيجي لا الاشي الاخير اللي دائما بنحكي عنه، الاشي الاخير اللي دائما بنحكي عنه اللي هو وجود البصمات بكثرة، تمام؟ اللي هو وجود البصمات بكثرة. كل واحد قلنا بحب أو بفضل إنه هو يشتغل مع هذا البني آدم أو الناس اللي مدفونين تحت، تمام؟ كان يحط بصمته يا أخوان، تمام؟ هاي بصمة، هاي بصمة، هاي بصمة، هاي بصمة، هاي بصمة، وأنا بصمة كبيرة ما شاء الله، هذا كان يحبهم كثير، تمام؟ وهنا بصمات. إذن اللي اشتغلوا في هاي اكثار، لكن لو واحد اجى قال لي هاي اشاره تعني وجود مثلا كذا، راح اقول له لا وقف، تمام؟ هاي تعني اللي اشتغلوا في القبر، اللي اشتغلوا في القبر حطوا بصماتهم هنا وحطوا شغلهم هذا كله، انه هم ثبتوا وجود خلينا نحكي العمل عندهم، يعني انهم اشتغلوا في هاي الاشاره، تمام؟ هاي هي البصمات اللي موجودة هون، يعني اللي بيشوف هاي البصمات يا اخوان ما يجي يقول انه والله هاي جرون كذا وكذا وكذا، شوفوا هالمربط ما احلاه، طلع مشغول بطريقة صحيحة 100%، تمام؟ مربط حلو. طيب الصخرة المتحركة مش ثابتة، هاي صخرة المتحركة، ماشي، هي طبعا مكان الحفر هون، لكن الصخرة المتحركة تحت
تختلف بطبيعتها، خلينا نحكي تختلف بطبيعتها عن الصخور الموجودة في المنطقة. إذا هاي الصخرة كانت بتنعمل في مكان ثاني وبتيجي بتنحط في المكان هذا، مع يعني خلينا نحكي كأنها مشقوق شق من الصخرة، لكن هي مش من الصخرة. لو وجود، لو إنها مكسورة كسر من الصخرة كان بتلاقوش المنطقة اللي هي زي هيك، بتلاقوها كسر مكسورة، ما بتلاقوها حواف إلها وإلى آخره، ومكسوسة قص عدة من المنطقة هاي ومن الشغل هاي وإلى آخره. تمام، الآن بدنا نفحصها على الفراغ فقط، بس على الفراغ، بعدين بنشوف نشوف شو وضعه. الآن بنرجع لكل مرة بنحكي في الحلقات إنه بتحط الإشارة الرئيسية، إشارة الشغل أو مكان اللجف أو مكان الشغل تبعك، بتحط الإشارة الرئيسية في ظهرك. تمام، دائما بنحطها في ظهرنا وبنروح باتجاه. تمام، عندي شغل، هاي شايفين هذا الشغل اللي أنا المفروض إني أنا أعرفه هنا موجود ولا لا. هسا بتيجي للصخور الثانية، الصخور الثانية في عليها إشارات، لكن الإشارات الموجودة راح تكون فوق الفراغ. تمام، راح تكون فوق الفراغ. طب ليش الإشارات المحطوطة الثانية هاي؟ هاي دلالة على الفراغ نفسه، يعني دلالة على الأشياء الموجودة في الفراغ نفسه. تمام، إذا نحن أخذنا إشارة رئيسية، ما أخذنا إشارة فرعية، ممكن هاي تكون إشارة فرعية مش رئيسية. طيب نحط الإشارة اللي حكينا عنها في ظهرنا وبنروح باتجاه لهذا الاتجاه. تمام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش، عشان الرصد ما يطلع الناش بنقول بسم الله. تمام، الآن تأكيسة هاي. تمام، بس لكن حلو المكان اللي هون، أعطاني تأكيسة. هسا راح أرجع على المكان هذا، ذكروني عشان أرجع للمكان هذا، أعطاني تأكيسة هون. ماشي، الآن برجع من نفس الإشارة، من نفس الإشارة بحطها على يميني يا إخوان، بحطها على يميني، هاي الإشارة بحطها على يميني وبروح بالاتجاه هذا. تمام، عشان أشوف شو أبعاد المغارة. وتشوفوا في إشارات كمان موجودة، طلع الشغل هون سكرت. إذا صار في عندي هون مكان زائد هناك مكان زائد هون مكان، راح نشوف المكان الأخير. ماشي، إحنا تحديدا بس هيك، يعني تحديدا إنه كيف إحنا بنحددها، يعني بنحط الإشارة عشمالنا. ماشي، وبنأخذ آخر اتجاه. هاي آخر اتجاه، سكرت معي هون. تمام، سكرت معي بالمنطقة هاي، إذا مغارة كبيرة مش صغيرة، يعني مش نحكيش عن فراغ صغير، بنحكي عن فراغ كبير. طيب بنيجي للإشارة نفسها، بنشوف تسكيرة الإشارة وين البوابة تبعتها، يعني هل هي البوابة الصحيحة أو مش الصحيحة. بنحط الإشارة قدامنا وبنروح بالسيخ باتجاهها. تمام، عشان نأكد 100% يا إخوان، 100% الشغل سكر معي في المنطقة هاي 100%. إذا هذا الحجر لازم نشيله وننزل نزولا بعدين باتجاه الفراغ اللي موجود. نعيد هاي كمان مرة، هاي الإشارة. نقول بسم الله 100%. طب راح تجيش تقولوا لي ليش انفتح لبرا، ليش ما سكر لجوا مثلا زي هيك، ليش فتح لبرا؟ الان بالنسبه للبوابه احنا بنحكي السيخين انفراج، السيخين انفراج بالنسبه للبوابه. اذا لو فتح معي بهاي الطريقه او فتح معي بهاي الطريقه، الاثنين بيشتغلوا نفس الكلام. شوفوا يا اخوان، في لغز ثاني لهي الاشاره. ماشي، انه وجود بوابه ثانيه، وجود بوابه ثانيه. هسه وانا بفحص شفت البوابه الثانيه، الان اخذت انا اتجاه هيك. تمام، حطيت الإشارة على بظهري ورحت باتجاه هيك. شوفوا الشغل في له بوابة ثانية ولا لا. تمام، واحتمال تكون ايش، درج. الآن أخذت السيخ، اشتغلت على السيخ، وصلت لهاي المنطقة، سكرت معي هون، سكرت معي هون، لكن هون معطيني إشارة المغارة ومعطيني توجيه. شوفوا يا أخوان التوجيه وين وداني، ده إشارة لجف كبيرة، مستطيل ناقص ضلع. تمام، هاي مستطيل ناقص ضلع. اذا في عندي شغل من المنطقة هاي. ماشي، اذا هون راح انزل، ممكن انزل على درج، يعني ممكن انزل من هون على درج راح يوديني على الفراغ نفسه. ماشي، ممكن انزل على درج. اذا في عندي بوابتين للمغارة هاي، مش بوابة واحدة. نشوف هاي ايش هي، والله مش مبينة هاي مع الشجر الموجود، لكن عندي
شغل ثاني، بوابتين للمغارة هاي نفسها، مش بوابة بها واحدة. إن شاء الله أنكم كنتوا تعلمتوا من هاي الحلقة، وهاي الحلقة كانت مهمة جدا، إن شاء الله أنكم تعلمتوا منها وشفتوا كيف إحنا بناخذ الإشارة من بدايتها لنهايتها، وبنعرف إذا كان فيها الفراغ اللي موجود صحيح أو غير صحيح. ممكن أننا نتأكد وممكن أننا نعرف الوضع كامل شو هو. شكرا لكل المتابعة، وأهلا وسهلا فيكم.